متى يباح التيمم وما حكم التيمم والرجل قريب من الماء؟ التيمم يباح في حالتين. نعم. الحالة الأولى إذا كان عادما للماء، إذا كان عادما للماء أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته ولطهارته، إذا كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب والطبخ والغسل وغير ذلك، حاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية في حالة المرض، إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء للطهارة أو استعمال الماء يسبب له زيادة المرض أو يسبب له مرضا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم. قال الله سبحانه وتعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. دلت الآيتان الكريمتان على أن من لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء لا يتسع الماء لحاجته والطهارة، فإنه يباح له التيمم بالتراب ويكون التراب بدلا عن طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة. شكر الله لكم.